أنا بقيت وحيدة يا عمي، بابا وماما ماتوا. حنين أنا مش هسيبك، أنت لازم تيجي تعيشي معايا وحعاملك زي بنتي بالظبط. بس أنا مش عايزة أسيب البيت بتاعي، ده فيه كل ذكرياتي، يعني ما بقاش عندي ولا ماما ولا بابا ولا بيت. أنا مش هعرف أسيبك تعيشي لوحدك، هفضل قلقان عليكي، فلازم تيجي معايا. بس أنا عمري ما شفت ولا مراتك ولا بنتك، إزاي هعيش معاهم؟ ما تقلقيش، هم طيبين وهيحبوك. الله شكلك جميل قوي، الفستان تحفه عليكي. لا يا ماما. لا ازاي، انت لبستيه مره واحده بس. ماما انت عارفه انا ما ينفعش البس فستان مرتين، انا لازم اغيره. ميرنا انت كنت هتموتي وتجيبي الفستان ده. لا يا ماما الموضه اتغيرت وانا ما ينفعش البس فستان مرتين، انا عايزه اشتري لبس جديد. براحتك اعملي اللي انت عايزاه. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي، يلا ادخلي انت البيت لحد ما اعمل مكالمه. الله بيت عمي كبير قوي. مساء الخير. مساء النور، انت مين معلشي؟ انا حنين، عمي وصلني وقال لي ادخلي. ايوه ازيك يا حنين. ايه ده حنين بنت عمي، انا ما كنتش اعرف انك كبرتي كده. انا مبسوط ان انتوا اتقابلتوا، نورتي البيت يا حنين. شكرا يا عمي. وانا يا بابا انا مش منوره البيت؟ طبعا منوره يا حبيبتي، ودي مرات عمك. ان شاء الله يا حبيبتي هتبقي مبسوطه معانا. ويلا بقى نسيب البنات يتعرفوا على بعض. بصي يا حنين، البيت ده ليه قواعد ولازم تعرفيها. بابا وماما طيبين قوي وبينضحك عليهم بسهولة، بس انا بقى لأ. اوعي تفكري اني هكون طيبة معاكي او هتعاطف معاكي علشان انت يتيمة. وحاجة كمان، ما تعمليش فيها بقى وش الطيبة الغلبانة ده على طول، علشان نعرفاكو كويس، فخدي بالك. ايه ماشي حاضر. يلا هسيبك، باي باي. انت بقى يا شادي مش عاجبك المدينة هنا وعايز تروح مدينة تانية؟ انسى يا فادي اللي ده يحصل. انت ليه متضايقة كده، احنا نروح مع بعض. ايوة كده انا بحسب. طنط قالت لي اجيب لك الحاجات دي. مين دي يا ميرنا؟ دي واحده بابا ومامتها ماتوا في حادثه، فهي عايشه معانا دلوقتي. ازيك انا فادي. انا لازم امشي. ايه ده هي مشيت بسرعه ليه كده؟ سيبك منها، مستواها غير مستوانا خالص، مش هتعرف تتكلم معانا اصلا. حنين. ايوه يا طنط. حنين انا جبتلك شويه فساتين من بتوع ميرنا، هما زي الجداد بالظبط، ما لبستهمش غير مره واحده، انا متاكده هيبقوا حلوين عليكي. انا اسفه يا طنط، بس اللبس مرنا غيري خالص، مش هعرف البس اللي هي بتلبسه.
أيوة أنا فهماكي، بس لازم تتعودي على حياتك الجديدة. لبسك القديم ده كان ينفع في المنطقة اللي انت كنت عايشة فيها، لكن احنا هنا بنلبس لبس معين ولازم تتعودي عليه. وانت بقيتي من عيلتنا فلازم تلبسي زينا، وانت زي بنتي واحنا بيجيلنا ضيوف كتير فلازم يبقى شكلك حلو زي مرنا. حاضر انا فهمت. يلا غيري لبسك وانا هستناكي تحت. صباح الخير، فين الشاي بتاعي حنين؟ صباح النور، هعمله لك حالا. ايه ده، انت ايه اللي ملبسك الفستان بتاعي؟ انت حتى وسختيه قوي. انا اسفه، بس طنط هي اللي ادتلي الفستان ده. ماما، يا ماما. انت ازاي يا ماما تديلها الفستان بتاعي؟ المشكله مش انت قلتيلي الفستان ده مش عاجبك مش عايزه تلبسيه تاني؟ وبعدين انت عندك فساتين كتير جدا. ماما دي لابساه وبتغسل الاطباق بيه. وعلى فكره انا هديها لبسك القديم علشان ما نشتريلهاش لبس جديد، ده هيوفر علينا كتير. ماما هي ما تستحقش تلبس فساتين زي دي. مرنا انا عمري ما هعملك خدامة، طول ما هي عايشة في البيت ده هعملها زيك. ماما انا ما بحبش البنت دي. ليه، هي عملت لك ايه؟ بصي يا ماما انا مش مرتاحة للبنت دي وهتشوفي، وبعدين بابا بيدلعها قوي وبيعملها اكنها بنته زي بالظبط. ايوه علشان كده مش بتحبيها، علشان بابا بيدلعها. مرنا انتي بنته يا حبيبتي وعمره ما هيحب حد زيك. لا يا ماما بابا اتغير، ما بقاش يهتم بيا زي الاول. حبيبتي باباكي لسه اخوه متوفي قريب وطبيعي يبقى متغير، وصعبان عليه بنت اخوه فلازم يهتم بيها. ماشي يا ماما هنشوف. ازيك يا حنين؟ بابا انا اسفه يا عمي قلت لك بابا. اكيد باباكي وحشك قوي. انا نفسي يا حنين تفضلي تقولي لي بابا على طول. انا نفسي اقول لك يا بابا، بس خايفه منا تزعل. ليه، هي قالت لك اي حاجه؟ لا ما قالتليش حاجه، بس هي بتحبك قوي ومش هتحب اللي انا اقولك يا بابا. ما اعتقدش ميرنا تفكر بالشكل ده، ميرنا زي اختك وانت زي بنتي بالظبط. ومن دلوقتي تقولي لي بابا على طول، وما تقلقيش انا هكلم ميرنا. فادي، سعدي، شادي، مازن، شادي، محمد، مروان، مروان، بابلو، بابلو، مروان. خلاص فادي، 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 شادي، شادي، شعدي، شعدي. أيوة اسمه شعدي.